مرحبا فيكم بحلقة مميزة كتير عن فيتامين مميز، هو ملك فيتامينات الأعصاب، فيتامين B12 أو B12، واللي كتير منا عانى من نقص فيه وبيسمع كتير عن أعراضه أو حلل شي مرة واكتشف أنه ناقص كتير عنده واحتاج إلى علاج فيه. لكن بحلقتنا اليوم رح نحكي بطريقتنا الصيدلانية المعهودة عن أفضل أنواع B12 الموجودة وأسوأها لحتى نميز وما تختلط عنا الأمور. كتير من الأشخاص بيشوف عيار للB12 يتفاجئ أنه والله بده العيار 1000، ممكن هذا النوع من B12 يتواجد نوع آخر بعيار أقل لكن أفضل من العيار اللي هو 1000. فيعني الفكرة ليست بالعيار دائما، وهذا الشيء لازم نحطه ببالنا، لازم نميز النوع الكيميائي الموجود من B12 أو الشكل الموجود فيه عموما. بينقسم B12 إلى شكلين عامين، الشكل الحقني والشكل الفموي. الشكل الحقني أكيد هو الأفضل والمنصوح فيه، لأنه B12 من أصعب الفيتامينات امتصاصا، ولذلك الشكل الحقني هو الأفضل. لكن هذا الشكل الحقني فيه منه 3 أنواع. النوع الأول هو ميثيل كوبالامين، هو الأفضل طبعا لأنه هو يمثل الشكل الفعال من B12. بالنسبة للشكل الثاني أو النوع الثاني اللي هو هيدروكسي كوبالامين، هذا الشكل أو هذا النوع ميزته أنه هو طويل المفعول مقارنة بالأول، لكنه أقل فعالية في رفع مستوى B12 بسرعة. النوع الثالث وهو الأقل فعالية في رفع مستوى B12 هو سيانوكوبالامين، لكنه ميزته أنه ثباتيته أعلى من الأنواع الأخرى. لذلك منشوف مثلا ميثيل كوبالامين أبر بتكون مغلفة، موجودة بشكل مغلف لحتى تحميها من الضوء والحرارة. بالنسبة للشكل الفموي، شكل الفموي بينقسم أيضا لشكلين، شكل بيكون تحت اللسان والشكل الفموي العادي الأقراص اللي بنعرفها. بالنسبة لتحت اللسان هي تقريبا تعتبر بديل الحقن، لكن مش بديل تماما، يعني أكيد ما رح ترفع مستوى B12 مثل الحقن، لكنها ممكن تكون بديل للأشخاص اللي ما بيقدروا ياخذوا حقن. طبعا بالنسبة للنوع أو الشكل الآخر هو الشكل الفموي، هو الأقل فعالية في رفع مستوى B12 عموما. شكل الفموي في منه كمان 3 أنواع، ميثيل كوبالامين وهو الأفضل، في هيدروكسيكوبالامين، وبالنسبة لسيانوكوبالامين هو الأقل أفضلية عموما، لكن نفس المواصفات اللي حكينا عنها بالنسبة للشكل الحقني تنطبق على بالنسبة مواصفات يعني، والفروق بين هذه الأنواع بالنسبة للشكل الحقني تنطبق كمان على الشكل الفموي.